مشان الله يا غزي يلا، مشان الله يا غزي يلا، شعار لا نسمعه سوى في المصائب والحروب، شعار لا يتذكرنا فيه احد سوى في اعتداءات وانتهاكات الاحتلال، وحينما تسقط غزة لا نسمع صوت احد، لا نرى احد ويختفي الجميع فجأة، لا نرى سلاحهم ورصاصهم سوى في الحفلات والمشاكل العائلية، سلاح تستطيع فيه تحرير دول باكملها. لذا اقول لكم بلسان اهل غزة، سئمنا الدجل وسئمنا الاستعطاف والكذب، غزة التي لا يتذكرها أحد إلا حينما يتكالب الجميع على أموال إعمارها أو أي دعم يأتي إليها، غزة التي يكذب عليها الجميع من الجندي للوزير للرئيس. فمنذ ما يقارب الخمسة أشهر قام رئيس الوزراء الغير منتخب محمد شتهية بحملة وعودات وبتوجيه من الرئيس المنتهي ولايته محمود عباس أننا سنقوم هذا الشهر باستيعاب موظفي تفريغات 2005، وأن هذا الملف لا علاقة له بالانتخاب، فركشة الانتخابات فركش الملف، سنقوم بتوظيف الشباب والخريجين والعاطلين عن العمل، فركشة الانتخابات فركش الشباب وفركش الخريجين وفركش العاطلين عن العمل، اصرف على غزة مشاريع ما يقدر بمليار دولار وسنقوم برفعها اليكم لاحقا. من شهر 2 اللي فات لليوم 5 شهور لم يقوم رئيس الوزراء برفع اي مشروع من مشاريع المليار دولار، فهم لا يريدون من غزة سوى اصواتها واولادها واموالها ودمائها. قدمي يا غزة فلذات اكباد لترضى عنك القيادة والنبي عباس وصحابته، وعندما نقول لهم عالجوا ملفات غزة بيطلعوا لك كلهم بصوت واحد الأزمة المالية، صفقة القرن، يجب أن ندعم صمود السيد الرئيس ضد المؤامرة الكونية التي تحاك ضده. طب أنا بدي أعرف الحين شو هي هذه المؤامرة اللي بتحاك على الرئيس؟ إلي سنين بسمع في المؤامرة، وين هي المؤامرة؟ وقتش بدها تيجي المؤامرة؟ إيش هي المؤامرة اللي بتحاك ضد السيد الرئيس؟ أنا مش فاهم. ولو كانت موجودة هذه المؤامرة ليش ما المجدلان وهباش هم اللي يصمدوا قدام هذه المؤامرة مش أنا؟ مجدلان اللي تعين امبارح وزيرا للأوقاف وهو لا يفقه في الأوقاف والشؤون الدينية شيء، واحد دارس علوم سياسية شو دخله في الأوقاف مش فاهم، واحد اشتراكي قومي يساري شو دخله في الشؤون الدينية مش فاهم. 16 سنة يتم تدوير مجدلاني والهباش وغيرهم من الأسماء ما بين سفراء ووزراء وسيرث المناصب من بعدهم أبنائهم. طيب وين الشباب ودور الشباب في المؤسسة الفلسطينية هذه؟ ولا أنتم فاكرين سوبر ماركت وقاعدين تترزقوا منه؟ وين حصة غزة من توظيف الشباب والترقيات والعلوات؟ ولا أنتم تعرفوش غزة غير في الخصومات والعقوبات؟ ومشان الله ويا غزة يلا، أي الله ياخذكم هيك كلكم قش لفة، والله ما حدا مفرعنكم غير سحيجة غزة. إحنا سحيجة غزة على الصح والغلط. أحسنت سيد الرئيس، شكرا سيد الرئيس، كل الاحترام سيد الرئيس، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فوالله لا يعلو صوت طاغية إلا بمثل هؤلاء. يا أخي إذا مش قادر تقول كلمة الحق اسكت، سكر تمك، محدش طلب منك تحكي، ريح الطبلة اللي في إيدك شوي. وبكفة تقارن دولة مؤسسات بمافيا زي المافيا الموجودة عندنا في غزة. الناس في غزة مخطوفين ومنهوبين ومسروقين وعارفين مين اللي سرقهم وعارفين إنهم حرامية، والمافيا اللي في غزة بتقول لك أنا بدي أسرقك عيني عينك، والشباب والوظائف من عند أمير المسجد من هناك لأبو سواك وجل بس. اما انت يا عزيزي السحيج بتقول عن السلطة والرئيس دولة مؤسسات، فعيب يا عزيزي السحيج لما يطلع رئيس وزراء ويصرح بتوجيهات من السيد الرئيس سنقوم بكذا وكذا وكذا، عيب لما يطلع كذاب. سبحان الله، هو خجلان من كذبته وانت طالع تدافع عنه. اخجل يا عزيزي السحيج، اخجلوا، فانما من طاغية يطغى في الارض الا باصواتكم. سلام.